الفيديوهات غاديين وكيوليو اكثر غرابه والله. حتى كنقول صافي واقيلا عرفت كلشي، ولكن غير كنبدا نقلب كنعرف بلي مازال ما عرفت حتى شي حاجه. شكرا لكم بزاف حيتاش كتعاونوني في الكومونتيرات، حيت راه بزاف ديال الحوايج استفدت منهم غير من الكومونتيرات ديالكم. في الاخر ديال هذا الفيديو هذا غادي نهضروا على واحد النظريه قداش اللي غادي تخربقك ديال بصح، وعندها علاقه بشحال من قصه كنذكرتها في دوك جوج فيديوهات اللي لحقت قبل واللي سميتها الباك رومز. هادشي كله غادي تشوفوا معايا اليوم في غزير الصمطه. ويلا نبداو. اول نظريه بغيت نبدا بها، وانا عارفه غادي تجيك اغرب حاجات سمعتيها في حياتك، ولكن غير ركز معايا حيت في الاخر تقدر تبان لك منطقيه واحد شويه، اللي هي ان حنا الحياه ديالنا ثلاثيه الابعاد. يعني عادي تقدر تهز تليفونك تدوره وتقدر تشوفه من الجهات كلهم، تكون مثلا شي جزره قدامك تضرب عليها شي دويره تقدر تشوفها من الزوايا ديالها كلها. ولكن شنو الا قلت لك كاينين شي ناس اولا مخلوقات اللي عايشين في واحد العالم اللي هو فقط ثنائي الابعاد؟ دابا غادي يبدا يسخن الطرح شي شويه، سو خليك مركز معايا حيت غادي نعطيك واحد الدليل من الواقع اللي انا متاكد فيه جربتيه. سو ما تخافش. دابا كيفاش غادي يكون الشخص اللي عايش في ثنائيه الابعاد؟ غادي يكون بحال هكا عادي، الا شفتيه من القدام بحالو بحال اي شخص اخر، ولكن الا شفتيه من الفوق او لا من الجنب ما غاديش يبقى يبان لك كاع واخا هو راه معاك. كيف ما كتشوف في التجربه اللي درت على هذا المستطيل، فاش كان ثلاثي الابعاد نقدروا نشوفوه من كل بلاصه، نشوفوا الطول والعرض والارتفاع ديالو، ولكن غير كنردوا ثنائي الابعاد وشفتو من واحد الزاويه معينه يقدر يختفي وما نبقاش نشوفه كاع. يعني باش تقدر تواصل مع داك الشخص اللي في البعد الثنائي وانت في البعد الثلاثي خاصك تشوفهم واحد الزاويه معينه بالضبط باش تقدر تشوفه وتواصل معاه. فشنو دابا الا كانوا دوك الطقوس اللي كيستعملوهم الصحراء في استدعاء الجن هي فقط طريقه باش يعرفوا الزاويه اللي يقدروا يشوفوا فيها داك الجن ويتواصلوا معاه؟ حيت هما كيكونوا في داك البعد، وداك الشيء علاش ما كنقدروش نشوفوهم؟ وشنو الى الناس اللي كيدعيوا انهم بصح شافوا شي جن، انهم عن طريق الخطا شافوهم الزاويه الصحيحه لواحد الثانيه مثلا، وهادشي اللي خلاهم يقولوا هاد الهضره وبصح كانوا شافوه. مثال اخر اللي كيبين انه ممكن النمله ولا شي حشرات اخرين عايشين في البعد ثنائي الابعاد، اللي هو علاش فاش كتشد شي نمله وكترسم قدامها شي خط ما كتقدرش تفوت داك الخط؟ نوض دابا جرب شد شي نمله وحطها في شي ورقه ودور عليها بشي ستيلو، ما عمرها غادي تقدر تخرج من ديك الدائره. واخا انت كتبان لك باللي راه ديك الدائره راه غير مرسومه، ولكن بالنسبه للنمله راه كيبان ليها بحال واحد الجدار كبير وما يمكنلاش تخطاه. بغيت صراحه الراي ديالكم في هذه النظريه هذه، اما واش صحيحه ولا غلطه صراحه بالنسبه لي ما كيهمش، اكثر ما كيهم ان شي حاجه ممتعه تبقى تفكر فيها بحال هكا. هاد النظريه اللي غادي نقول لك دابا حمقى شويه اكثر من هذه اللي قبل، صور ركز معايا مزيان، واللي هي متعلقه بالسفر عبر الزمن. واش ممكن ولا لا؟ وللاسف ماشي ممكن، وانا غنقول لك علاش. حيت كون كان ممكن وكنا مثلا في المستقبل غادي نكتشفوا شي تكنولوجيا اللي غادي تخلينا نسافروا بها عبر الزمن، فكان ضروري شي نهار غيبان عندنا شي واحد جاي من المستقبل باش يورينا كيفاش نصنعوا ديك التكنولوجيا مثلا، ولا يرجعوا بالزمن لعندنا باش يصلحوا شي حاجه غادي تطرا في المستقبل. اي دونت نو. ولكن لحد الان مازال ما كاين حتى شي حاجه من هادشي، وهادشي النيت اللي كيعني ان حتى في المستقبل مازال ما كايناش هاد التكنولوجيا هادي، ومحال واش نقدروا نوصلوا ليها اصلا. وهادشي النيت اللي غادي يدوزنا لواحد النظريه اخرى. عارف راسي زربت عليك شويه، ولكن بصح هاد جوج نظريات اللي غنقول دابا مرتبطين، حيتاش كتقول باللي الحضارات سواء الحضاره البشريه ديالنا او لا اي حضاره اخرى كانت قبل منا مثلا في هاد الكون هذا كيدوزوا من واحد الفلتر، بمعنى انها اي حضاره بدات كتطور في المستوى التكنولوجي ديالها وصلت لواحد النيفو اللي هارب بزاف، ديك الحضاره كتدمر وكتختفي وما كيبقاش ليها وجود. سو غالبا فاش غادي نوصلوا لتكنولوجيا السفر عبر الزمان او لا مثلا نستعمروا الفضاء ولا اي حاجه، غادي نتدمروا كاملين باش تبدا شي حضاره اخرى من جديد عاوتاني. شكون اللي غادي يدمرنا؟ ما عرفتش علاش كيديروا هادشي حتى هو ما عرفتش. وبما اننا مازال عايشين دابا ومازال كتفرج انت في هذا الفيديو هذا، فهذا كيعني ان مازال ما وصلناش لذاك الفلتر ومازال ما وصلنا لحتى شي حاجه في التكنولوجيا. وكيف ما كنقول ديما الخوت هادو راه فقط نظريات، يعني فقط شي حاجه اللي تستمتع بها وتفكر فيهم، اما واش صحيحين ولا غالطين راه حتى شي واحد ما عارف، هادو فقط للنقاش وصافي. حاجه اخرى بغيت نزيدها وتقدر تجيك في شكل واللي غادي تخليك تفكر هاد الليله كامله، اللي هي واحد الدليل على انه الوقت كيدوز بالزربه. شفتي هاد الميم هذا راه دازت عليه 4 سنين دابا شاز الصراحه. واحد النظريه جبتها من التعليقات ديالكم نيت، واللي هي متعلقه بالاكوان الموازيه، وكتقول باللي انت فاش كدير اختيارات في الحياه، مثلا درتي لافاك بلاصه التكوين حيت انا عارفك جايب غير 10 في الباك البطال، فهنا كتخلق واحد العالم موازي اللي فيه انت اختاريتي لافاك، ولكن عالم اخر اللي فيه انت اختاريتي لو اف بي بي تي. مثلا انت اختاريتي تزوج بنت خالتك، ولكن في واحد العالم اخر انت راك اختاريتي تزوج بديك البنت اللي كنتي مصاحب معاها. وشنو اللي احسن وشنو اللي كفس ما تقدرش تعرف. واصلا الا جيتي تفكر شي شويه غتلقى بلي الحياه ديالنا كلها غير اختيارات، يعني باش كتزيد للقدام ضروري خاصك تختار شي حاجه يا اي بي، وكل اختيار كديرو في هذه الحياه كيتسبب في الانقسام ديال العالم، واحد اللي اختاريتي فيه الاختيار الاول وواحد اللي اختاريتي فيه الاختيار الثاني. انا راسي داخل صاحبي وات. كاينين نظريات
شخصيات اخرين اللي من الكومنتيرات ديالكم، نيت ديال الاوتار الفائقه، ذا ماتريكس، الماده المظلمه. الا بغيتو نهضر عليهم في الفيديو الجاي قولوا لي في التعليقات، حيت دابا غندوز لواحد النظريه اولا كونسيبت اولا ما عرفت الصراحه، ولكن راه شي حاجه بزاف واللي هي الباك رومز. سو شنو هما الباك رومز وكيفاش مقادين وشنو فيهم؟ هادشي كله غادي نشرحه لك دابا، وباش نشرح لك مزيان غنوليو نحلو فوتوشوب ديالنا عاوتاني. سو دابا تصور معايا، هذا هو الواقع اللي حنا فيه دابا، هنا فين كاين انت، فين كاين عائلتك، فين كاين الكراش ديالك، فهمتي؟ هنا فين كاين احسن يوتيوبر واللي هو انا، هنا فين كاين اي حاجه كتعرفها في الحياه، هذا هو الواقع ديالنا حنايا الرياليتي. وهنا كاين الباك رومز اولا الغرف الخلفيه، وهاد الغرف هادو سمعت باللي كاين فيهم اكثر من 1000 مستوى، وكل مستوى كيتميز بشي حاجه، وكل مستوى فيه المخلوقات ديالو، يعني كل مستوى كيفاش داير. ولكن كي غادي تدوز من هنا لهنا، يعني كيفاش غادي تدوز من الواقع ديالك انت دابا لهاد الباك رومز واللي هي خاصك تقليت شامل الحياه؟ بحال فاش كتكون في لعبه وكدير شي حاجه غريبه حتى كتصدق داخل في وسط شي حيط ولا طايح من الماب، وهذا الشيء اللي طرا لذاك الكلب اللي كنا ذكرناه في الفيديو الاول فين تفعو الدري ودخل في الحيط وما ولاش لقاه من بعد كاع، فبحال والو يكون داز للباك رومز ديك الساعه. اولا داك الشيء اللي طرا للطياره اللي كنت ذكرتها في الفيديو اللي فات، علاش لا حتى هي تكون دخلت في الباك رومز؟ لحد الان ما معروفش كيفاش كدوز لهاد الباك رومز هذا، ولا كيفاش غادي تقليت شامل الحياه، حيت داك الشيء كيطرا بشكل عشوائي بزاف ويقدر يطرا لاي واحد. ولكن اللي مخيف في هذا الشيء اكثر واللي هو ما معروفش كيفاش غادي تخرج منه. سو نقولوا مثلا تقليت شي في الواقع ودخلتي للباك رومز، غادي تبدا اول حاجه في المستوى صفر. هذا المستوى هذا فاش غادي تدخل ليه غادي تلقى قدامك بزاف ديال الدخلات والابواب اللي لونهم صفر، وهذه واحد الصوره متوقعه كيفاش داير هذا المستوى هذا، كيفاش عرفوها وكيفاش صوروها اولا تخيلوها، اي دونت نو صراحه. وكاين الا بغيتوني نتعمق بزاف في هذا الشيء ونديروا شي فيديو كامل غير على هذا الباك رومز هادو والمخلوقات اللي فيه، قولوها لي في التعليقات وانا معكم. سو هذا المستوى هذا فيه شي مخلوقات اللي ما كايناش في الواقع ديالنا، يعني كيتميز بشي حوايج ديالو اللي ما عمرنا شفناها وكاينه غير تماك. سو دابا تقدر تكون كتسائل باللي ديجا كنت قلت كاين اكثر من 1000 مستوى في الباك رومز، وانت كتبدا من المستوى صفر. سو كيفاش غادي تدوز عبر المستويات، يعني من صفر لواحد لجوج؟ صراحه هذا البلان كيكون عشوائي بزاف وما نقدروش نفهموه، حيت كينطابق عليه شي قوانين مختلفه على القوانين ديال العالم ديالنا. بحال مثلا تكون غادي في المستوى صفر حتى تلقى قدامك شي باب وتدخل ليه تلقى راسك في المستوى 120 مثلا، يعني داكشي اللي كتعرف والقوانين الفيزياء واي حاجه تعلمتيها في هذا الواقع اللي عايشين فيه لا علاقه بالواقع اللي كاين في الباك رومز. المخلوقات اللي كيكونوا تماك شحال من مره كيكونوا عدائيين الا ما عرفتيش تتعامل معاهم مزيان ويقدروا يقتلوك. اما الا مشيتي حتى قدرتي تخرج من دوك الغرف وترجع للحياه الواقعيه ديالك، غالبا غادي ترجع حمق، حيت تماك كيطراو شي حوايج اللي ما عمرك حتى كنتي كتحلم بهم، وهذا الشيء اللي كيخلي بنادم يطفالي عقلو تماك. سو هادو هما الباك رومز، كاين بزاف ما يتقال عليهم وكاين بزاف ديال القصص طراو تماك، واللي محتاج منكم باش نقدر نكمل هاد السلسله هذه هي الدعم ديالكم باش نعرف واش بصح باغيين هاد الشيء عن طريق التعليقات ديالكم واللايكات. ها هما جوج فيديوهات اللي كنت درت في هاد السلسله قبل، الا بغيتي تمشي تشوفهم انا متاكد غادي يعجبوك بزاف. كان معكم بلاك ونشوفو في فيديو جديد، وبيس.